السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة بلا حدود. فيديو النهاردة عن تابلت سامسونج جالاكسي تي 515. التاب ده مشكلته اللي هو قاطع صورة، شغال لكن قاطع صورة. هو عليه برنامج الأذكار ومواقيت الصلاة، فبيشتغل من وقت للتاني مع نفسه كده. غالبا لو حصل معاك العطل ده هتكون الشاشة أصلا فكت من مكانها. عشان نصلح العطل ده هنفتح الشاشة كده بالراحة، دي فلاتة التوصيل. الفلاتة دي بتكون مقطومة طبعا نتيجة فك اللزق، فبتكون جاية قطمة. اللزق هنا زي ما حضراتكم شايفين مفيش أي لزق خالص، لزوجة بس، لكن خواص اللزق مش موجودة. لو حطيت الشاشة على كده هتفك تاني زي ما حضراتكم شايفين. المادة البيضاء دي اللزوجة طالعة من اللزق نفسه، ده اللزق الأصلي بتاع المصنع. قرب الصورة كده شوية، بالراحة عشان ما يتكسرش. نطلع الفلاتة، ده شكل الفلاتة. هي مش مقطومة من هنا، بوري لحضراتكم شكلها بس. أحيانا بتكون مقطومة من المكان ده، لكن ده شكلها. يعني أنا بوريكم شكلها عشان نخلع الفلاتة دي من مكانها. هي متوصلة في البوردة، عشان نخلعها هنفك المسامير دي واحدة واحدة كده. هنفك المسامير كلها تدريجيا كده بالمفك المناسب. هنفك مكان الخط برضو بأي أداة عندك، بلاستيك أو معدن، بالراحة كده برفق يعني عشان متكسرش حاجة ومتخربش حاجة. هنفك الفريم، في كليبسات هنرفعها بالراحة هيطلع معانا بسهولة جدا. فتح معانا. أول حاجة هنعملها هنشيل سوكت البطارية، وهنشيل السوكت بتاع الفلاتة التالفة عشان نغيره. ده شكل الفلاتة التالفة اللي هي المقطومة يعني. هنجيب زيها جديدة، ما ننساش نغطي الكاميرات عشان ما يدخلش فيها تراب برضو واحنا شغالين. هنركبها مكانها بالراحة على عدلتها طبعا. هنظبط السكوت بتاع البوردة ونركبه بالراحة، ونتأكد اللي هو راكب في مكانه قبل ما نضغط عشان ما نكسرش السكوت في البوردة ولا نبوظ الفلاتة. واحنا خالعين سكوت البطارية زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. هنركب الشاشة على الفلاتة الجديدة عشان نجرب. هنعمل تيست سريع عشان نجربها قبل ما نثبت الشاشة بقى والكلام ده ونقفل الجهاز. ركبتها بالراحة وقفلت السوكت، وهنحط الشاشة ونجرب. أول حاجة طبعا هنركب سوكت البطارية تاني، وهنفتح الباور ونجرب الجهاز. الجهاز فتح معانا اهو ما شاء الله. يعني كده المشكلة كانت في الفلاتة دي، وهي متوفرة في الأسواق عموما وموجودة على النت، ممكن تشتريها من على النت. هنجرب التاتش ونجرب الجهاز بشكل عام قبل ما نبتدي نثبت الشاشة تاني. ده تيست سريع للتجربة بس. وبعد ما جربنا هنفصل باور. نشيل سكة البطارية تاني، ونشيل سكة الفلاتة تاني اللي احنا لسه مركبينها الجديدة. هنبتدي بقى ننضف اللزق ده كله، اللزق القديم بتاع المصنع. فلازم نشيل كل آثار اللزق القديم. هنحط مادة لزق جديدة ما يبقاش فيه حتت عالية وحتت واطية، واللزق نفسه يمسك في البلاستيك والشاشة مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين شلت كل اللزق القديم، ونضف كده تدريجيا واحدة واحدة بمادة باكاي. هنضف الفريم، ونضف الشاشة، ونضف كل الأجزاء اللي نازل عليها لزق سايل واللزوجة دي كلها. أنا بوري لحضراتكم طريقة التنظيف بالظبط عشان تكون حريص وأنت بتنضف لو أنت مبتدئ يعني، وعلشان أعرفك أهمية التنظيف، لأن لو ما نضفتش كويس هتيجي تحط مادة اللزق الجديدة مش هتمسك كويس. عشان الشكل النهائي لما تيجي تقفله وتركب الشاشه بعد اللزق تكون كلها مستويه على مستوى واحد. طالما كده كده مفتوحه قدامنا بسهوله تقدر تنضف كل حاجه. هننضف عند السماعات، وهننضف الفريم، هننضف السوكت بتاع الشحن، هننضف مدخل الصوت. بعد ما نضفت كل حاجه تمام، اتاكدت من كل حاجه نظيفه،
واتاكد ان كل السوكيتات راكبه كويس، واقفل الفيلم بتاعي في مكانه واحده واحده تدريجيا كده قبل ما اضغط على اي حاجه، اتاكد ان هي ده مكانها مظبوط عشان ما تتكسرش مني، وبقيت الكلبسات بتاعتي خلاص. قفلت الفريم، هبتدي اربط المسامير بتاعتي. هبتدي انضف تاني وتالت ورابع لحد ما اتاكد ان مفيش اي لزوجه مكان ما هثبت الشاشه. بعد ما اتاكدت من النضافه 100% هجيب الماده اللي عايز ابيها. قبل ما استخدمها واحطها على اي منديل ولا على اي حاجه اتاكد ان هي مش ناشفه. وابتدي ان انا احط بالتدريج ماده اللزق بتاعتي وابعد عن المسامير. ميزه اللزق ده ان هو لما بينشف بيكون شبه الاستك، قطع قطع كده شبه الاستك، مش هيكون سايل ولزوجه شبه اللزق اللي احنا شفناه الاصل. بعد ما حطيت اللزق بتاعي تمام في الاماكن المخصصه ليه عشان اثبت الشاشه في الانبوبه اللزق بتاعتي تاني عشان ما ينشفش، عشان ما يدخلهاش هوا وينشف مع الوقت. معاكم شايفين دي المعلومات اللي مكتوبه في ظهر العبوه، هناخد منها المعلومات اللي تهمنا، ان هي السطح بتاعها بيجف في خلال 4 ل6 دقائق، وكاتب لك هنا ان فتره الجفاف الكامل من 24 ساعه ل 48 ساعه. الجفاف الكامل ده هيكون على حسب برضه درجه حراره الجو اللي انت بتلزقه فيها، وبيتحمل درجه حراره من -35 لحد 90 درجه مئويه. بعد ما حطينا الماده على الحواف بتاعه التابلت في الاماكن المناسبه ليها، هنركب الفلات الجديده تاني على السوكت بتاعها. متاكد ان احنا بنركب السوكت مظبوط بقى، لان احنا بنقفل. هنسند الشاشه على اي حاجه مناسبه كده بحيث ان انا هحط لزق امان فوق السوكت بتاع الفلاته. بعد ما ثبتنا اللزق فوق السوكت بتاع الفلاته، هنقلب بقى الشاشه ونتاكد ان احنا شلنا اللزق اللي فوق الكاميرات واحنا بنقفل عشان ما ننساش. هنظبط الشاشه ونريحها مكانها. بعدها هنجيب اساتك، اساتك تكون كويسه بحيث ان هي ما تتقطعش واحنا بنشدها. هنحط الاساتك كده على مسافات متفرقه يعني بحيث ان هي تكون ماسكه السطح كامل. هنسيبه بقى يشحن وهنرجع لكم بعد جفاف الماده اللازقه. وبعد حوالي 24 ساعة أو أكتر شوية هنرجع بقى نفك الأساتيك تاني اللي احنا حطيناه عشان نجرب التيب على الطبيعة. بعد ما فكناه هنفتح الباور، نمسح بقى التاب بتاعنا براحتنا وهنعمل له تيست بقى أخير. هنجرب بقى ده برنامج القرآن الكريم عليه. لو حصل معاك العطل ده فانت هتبقى عارف المشكله جايه منين، تقدر تعملها بنفسك. بس لو انت ما عندكش خبره حاول تكون حريص وانت بتفك كل حاجه عشان ما تتسببش في عطل تاني. يا ريت لو عجبكم الفيديو اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناه لمتابعه الفيديوهات الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.